السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم لكم عن الهومبود. كذا شخص يكلمني حتى في سناب شات والانستغرام مهتمين في الهومبود، فنسوي لكم كذا فيديو خفيف ونشوف على حسب التفاعل. فكبداية، للأسف إلى الآن الهومبود ما تدعم اللغة العربية، فإلى الآن ما تنباع رسمي في الشرق الأوسط. هذه الهومبود لو نتكلم لكم كبداية عنها، أبل وقفتها ب $350. فيها سببين وقفتها أبل بالنسبة لي. السعر، أوكي هذا الشيء، أبل $350 ليش؟ يعني أوكي أحس إن هذه كانت تكون $200، وفي واحدة ثانية تكون بالـ350، أكبر بكثير برضو. الأشخاص اللي يبون مثلا يسوون لهم سينما في البيت، حتى اللي ممتازة، فأوكي في فئة من الناس، لكن الأشخاص اللي يبون يسمعون صوت، صوت قوي ممتاز، بهذه أتوقع إن أبل يعني حسنتي في الاختيار في ذي. $99 ممتازة جدا. لكن أبل وقفت هذه، ويوم وقفتها في بعض الأشخاص يعني حطوا في بالهم يبون يشترونها، فجأة وقفتها أبل، فراحوا للستور على طول يشترونها بما أن في كميات خفيفة. بعض الأشخاص شروها يعني في 2021 الآن شروها، وعليها سوفت وير لأول ما نزلت سماعة نفسها في الستور. فهذه يدل على أن أبل ما عندها دفع كثيرة سوت، ومن زمان موقفت تصنيع حقها ما سوت جدد. فهذه ممكن سبب من أسباب برضو وقفتها. وبرضو في سبب أنها عليها الـ A8 معالج الآيفون 6. الآيفون 6 موقف تحديثاته برضو من سنتين أو 3 سنوات، معالج قديم، وهذا سبب برضو من أسباب السنة اللي راحت تكلمنا في نفس الوقت طلعت أخبار أن أبل تبي تحول السوفتوير من الـ iOS. هذه طبعا عليها يعتبر iOS لكن iOS خفيف، بتحوله من الـ iOS إلى TVOS السوفتوير اللي على هذه عشان تكمل دعم، لكن أبل قررت أن توقفه خلاص. فالـ A8 معالج قديم مرة. هذه حطوا فيها معالج الساعة، معالج الاس 5 فيها، فيها ميزات أكثر من هذه، فيها اليوان هنا، هذه ما فيها اليوان. في برضو أخبار أو بعض الأشخاص فتحوا هذا السبيكر نفسه ولقوا قطعة داخلية تقيس لك رطوبة الجو، فهذه حركة حلوة برضو. أبل حطتها هنا لكن الآن ما استخدمتها. المساعدات الصوتيات الثانية اللي موجودة، بعض الأشخاص يقدرون يشترون قطعة خارجية من شركات ثانية تقيس لك رطوبة الجو، يشبكون على المساعد الصوتي الثاني اللي عندك، وخلاص رطوبة الجو إذا صارت قليلة هذه القطعة نفسها ترسل رسالة لحق مثلا جوجل هوم، أليكسا أو شيء، تشغل مثلا مرطب الهواء يرفع لك رطوبة الجو شوي. هذه قطعة هناك، هنا لا، أبل حطتها داخليا لكن أبل الآن ما استخدمتها. متى راح تستخدمها ما ندري، متى بتسوي فيها أبل ما ندري. برضو الحلو فيها هذه إن باليو اس بي سي فممتازة. هذه لا رنج خارجي لأن ترى ثقيلة يعني، تشوف أن شكلها بس ترفعها تحس إنه في اختلاف. فباي باي هذه. هذه أوكي حلو ممتاز، 99 سنت ليه؟ $99 تقدر تحطها في كل مكان في البيت، يعني تقدر تحط مثلاً 2 في الصالة، واحدة في المطبخ مثلاً، واحدة في غرفة النوم، واحدة في الموزع مثلاً. فحلو الحركة ذي، وتشبك عليها وتخليهم كلهم السريو، حركة حلوة. وأنا بالنسبة لي من شريت هذه مع الأبل تي في ممتازة جداً. كرهت إني أجلس مثلاً المسافة ذي هناك والتلفزيون من ذي الجهة، حس إن الحركة مش حلوة. يعني الفيديو هناك والصوت من ذيك الجهة حلو إنه يكون يمك الصوت يمينك ويسارك. فبهذه القطعة تشترك 2، واحدة هنا واحدة هنا يعني بالجنب، حلوة. إذا كنت أبي أوفر يعني خلاص تخش جو الفيلم نفسه، هذه ممتازة. المهم الأخبار الآن تقول لكم أن أبل جاهز تشتغل على قطعة نفس هذه، يعني هوم بود، لكن فيها شاشة. طبعا هذه هي شاشة يعتبر، لكن مش شاشة تفاعلية أو مش شاشة فيها مشاهدة، تاتش يعني عادية ما يعتبر شاشة. المهم تاتش يعني. فأبل تبي تسوي واحدة فيها شاشة وفيها كاميرا. أوكي جوجل عندهم هذه قطعة صوت لها ريفيو من زمان، وهذه الكاميرا هنا موجودة. لكن أبل إذا بتسويها شو بتحط فيها ما أدري. يعني حلوة إن لو تسويها أبل وتحطها هنا شيء حلو. طيب بتكون باللمس حلو، بتكون فيها كاميرا حلو، لكن أبل بكم راح سعرها راح يكون؟ يعني هذا 99 بتخليها ب200؟ ممتازة جدا، سبيكر أقوى ممتازة، لكن بترفعين أكثر من 200؟ لا والله. يعني أنا أشتري لي آيباد 8 $330، في آيباد أو إس متكامل، وأقدر أستخدم فيه القلم وأقدر أستخدم فيه كيبورد، لأن ما أدري أبل هل بتحطين فيها شاشة باللمس وفيها كاميرا، هل راح يطلع فيه كيبورد ولا لا؟ لأن المساعد الصوتيات الثانيين ما فيها كيبورد، لازم أنت تقولين لها وتسوي الشيء. وهل راح تحطين فيها مثلا نتفليكس نفس هذه المساعد الثانيين؟ هل راح يخلون فيها مثلا ميزات قوية؟ أوكي فيها مكالمات فيس تايم، لكن ستيل الآيباد أكثر في أشياء كثيرة، فلازم السعر يكون أقل من 330، أقل من الآيباد 8 أبل ضروري عشان نقدر نشتريها. والميزة اللي فيها راح تكون أن سبيكراتها أعلى، يعني أعلى من الآيباد 8، لكن لا تتوقعين أن بتخيرين من الآيباد 8 كمساعد باللمس إذا كان هذا عقيم بالدعم البرامج وما في كيبورد والأشياء الثانية.
راح اشتري الايباد 8 $330 واشتري سبيكر. اذا ابي السعر السعر اشتري سبيكرات هذه، وممكن اشتري سبيكرات ثانيه صيني سبيكر واحطه في المطبخ واستخدم الايباد. اتوقع انه راح يكون افضل، ما ادري. المهم لكن كمساعد صوتي $200 بيكون حلو، الا اذا كان شاشته كبيره، اذا كان في اشياء جديده فيه، اذا كان الكاميرا اللي فيه الترا وايد وتلحقك في كل مكان، يمكن نتغافل عن اشياء ثانيه. بس المهم ان ابل راح تنزل هوم بود قادم بشاشة فيها كاميرا، متى ما حد يدري. أبل جالس تشتغل هذا الشيء. أتمنى يكون الصوت اللي فيه ممتاز جدا كسبيكرات، أتمنى يكون فيه دعم قوي كمبرمجين. 100% أبل راح تدعم المبرمجين، والمبرمجين راح ينزلون أشياء حلوة يعني في نفس الهومبود هذه، خصوصا إن ما حد ينكر كيف المبرمجين يدعمون أجهزة أبل. بس هل لو نزلتها أبل هذه القطعة هنا ودعمتها في دول الخليج ونزلتها بلغة عربية أو بدأت تنباع في دول الخليج على الأقل رسمياً، راح تشتريها ولا لا؟ ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة واشتراك في حسابي سناب شات، شارك رضواتكم، اعمل لايك للمقطع ونشر المقطع، ولا تنسون رضواتكم. والسلام عليكم.